الحقيقة في اهتمام كبير جدا من الدولة المصرية بفكرة الإنتاج المحلي، بفكرة الاعتماد على الصناعة المصرية والإيد المصرية في كل القطاعات، سواء القطاعات الصناعية أو الزراعية. ده بنشوفه من خلال الحوافز اللي بتوفرها الدولة لكافة المستثمرين وتحديداً القطاع الخاص، أو من خلال الجولات الميدانية اللي بتتم لتيسير وتسهيل أي إجراءات وحل أي عوائق قد تواجه العملية الإنتاجية على أرض الواقع. يمكن من يومين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان موجود في منطقة السخنة الصناعية وعمل جولة في عدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واتكلم فيها مع المستثمرين على أهمية إن احنا نتكلم أصلا عن الصناعة وعن التصدير. امبارح كمان رئيس الوزراء كان في اسكندرية والبحيرة وشاف مجموعة من مشروعات الإصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني، وركز على فكرة استخدام النظم الحديثة والمتطورة في القطاعات المهمة اللي بتمثل الأمن غذائي للمصريين. حقيقي جولة مهمة جدا لرئيس مجلس الوزراء بمحافظة الإسكندرية والبحيرة، وقف فيها على آخر التطورات في كافة نقاط التوزيع والإنتاج الخاصة بالإنتاج الزراعي والغذائي. كلام مهم جدا وتصريحات أدلى بيها رئيس مجلس الوزراء امبارح، لفت انتباهي انه اكد اكتر من مرة على أهمية القطاع الخاص، وقال ان القطاع الخاص بيمثل مستقبل التنمية في مصر. والحقيقة الكلام ده مهم جدا وحقيقي جدا، لأن القطاع الخاص هو اللي بيوفر فرص للعمل المباشر وغير المباشر، وهو القادر دايما على زيادة الإنتاج والتوسع في المشروعات المختلفة وإنشاء مشروعات جديدة، وده هينعكس في النهاية على ارتفاع معدلات النمو للاقتصاد المصري. يمكن امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي قال إن الحكومة بمختلف أجهزتها موجودة ومتاحة على مدار الساعة، وده عشان تحل أي مشكلة أو تحل أي تحديات بتواجه ممثلي القطاع الخاص، ومش هتتأخر أبدا عن إنها تساعد وتدعم. وده بيعكس إن في إرادة حقيقية عند الدولة للاعتماد على القطاع الخاص، ويبقى في كده مناخ جاذب للاستثمار في مجالات مختلفة، في جدية شديدة من الدولة وفي إقبال كمان من المستثمرين. أعتقد الفترة الجاية إن شاء الله هنشوف مزيد من المشروعات اللي فعلا القطاع الخاص بيتوسع فيها بدعم من الدولة. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.